الآن يقول هل نجهر بالبسملة أو لا نجهر؟ لوني قصود هاتا ينصد بسم الله لرقا ينصد بسم الله تج الآن هو لو جهر بالبسملة لوني بس أنت قصود بسم الله لرقا. إذا كان بهذا الجهر بالبسملة يتبع إمام عالم كالإمام الشافعي، يقول مثلا أن الإمام الشافعي إمامنا الإمام الشافعي لو قال هذا قول إمام هذا صحيح. لكن لابد أن أتأكد أن هذا الكلام قاله إمام من الأئمة كإمامنا الإمام الشافعي رحمه الله. لأن بعض الناس يكذب على الأئمة، يقول هذا القول قاله الإمام وهذا كذب. إذن لابد أن ننظر في أقوال الأئمة، هل هذه الأقوال صحت عن الأئمة أو لا؟ ثم هل نحن أمرنا باتباع الأئمة أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أئمة أهل السنة والجماعة إمام أهل السنة والجماعة أمروا بماذا؟ أمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إمام أهل السنة والجماعة النبي صلى الله عليه وسلم. إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ إمام ربح جيد إمام شافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي قولي. كان حديث صحيح نوحا كي مذهب ربح نيوم ركا كي سمدي ربح نيوم. لماذا؟ لأن المعصوم الذي لا يخطئ هو النبي صلى الله عليه وسلم. في بروح نعك من دوسا هاي من كان حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.